sheekada hadda aad maqasheene kali kali muxuu ahaa horta aad ogaataan marka dadka ku odhanaya kali ayaa wax ka dhaceeno ee xabashi baa la doortay oo dadba hada kalaam baai adduunka hal sadadna ha ahaatee wan weydhna ha ahaatee car waa ninka buwaagta taariikhda ee caalamka oo dhan waa la ogaye inta library oo dhan baa laga ka keedi karaya hal sadar oo ummadda reer ogaadaya ayaa itoobiya dooratay laga qoray bal waa ninka keena بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله أعاذنا الله منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها مسلمين تا ميل كستو جوكتان وحان سلام يا دمان مسلمين تا ميل جوغان وحان سلام يا هلقم يا شرير وغادين يا ميل كستو جوغان وحان سيقار أسي سلام يا نفتو ثريال كجيد هركو جرا بارك الله فيكم الله إذن بركي walaalayaal waxaan halkan doonaynaa inaan wax yar oo taariikhda ah oo aan soo koobnay saad u aragtiinba macnihii kulamadan oo kale waa kulamo gaagaaban youtube-ku iska gaagaaban yahay marka dee taariikhda dheer iyo wax faahfaahsan laguma wada sheegi karo marka wax badan baan ka boodaynaa meelo gaagaaban in yar baan soo qabanaynaa laakiin waxaan isku dayaynaa haddana in la fahmi karo oo xidhiirsan inay noqoto insha allahu tacaala waxaan hadda taariikhda aan ka soo bilaabaynaa maanta waxaan doonaynaa inaan waxoogaa yar ifina ka bixino horta marka u horeysa waddankan ogaadeenya xilliyadii markii intaan daraawiishi markay jabtay intii ka dambeysay baan ka hadlaynaa waxaa dhacday markii daraawiish la jabiyey waxaa ku xigay oo iyana xoog yeelatay dagaaladii yurub oo dagaalka adduunyada labaad ayaa isaguna soo foollaa xilligaas xilliga daraawiishtii markii la jabiyey shan iyo kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo labaatankii ugu dambeynna ay si fululkeedii iyo waxhaagii la dhammeeyey yaa waxaa dhacday inay yidhaahdeen talyaaniga iyo ingiriiska aynu xuduud samayno dhulka soomaalida ah xabashidana qoqobkaas inay ka qayb gasho qoqobka xabashidu marka ay doonaysay inay ka qayb gasho ayaa waxaa ka horreysay saaad ula socotiinba kun iyo sideed boqol iyo sagaashan iyo toddobadii sagaashan iyo lixdii sagaashan iyo toddobadii
كلنا هراء السمين أو إثيوبيا تري ودك الصومالية اللي بوبيا وأنا وحلاقة سيا يلو حرا هذا كهرة أي كل هيدو سنجر حل قاسا وحاد عضي إن صد هشيس أي لق قلين للي أوكي وقادين أيان مركا قرالك كوغو درينا وحق عانت وجرة أو يقادين يلو لهي ستارة مركا مبجرن حل قاسا مركا ليد حدود بينو سمين إن حدود بينات حدود بينات داس وحال الله بالله يكون ينسقال بغول يكوي صدنكي لنك وقوي يقال لقى السميني تاريخ ذا كنتي ندكي جوغي جوغ حلقة كاها يعني أركي قارك كمدها حدود كمانتي لسميني يرقي قوب تاقنا نحارتا الله السميني وحاكمدها قراد مختلف ظاهر ونانوستي بيرسونال أولاك والمي سؤال بضان أنا أريتا كويدي وحال لك والمي أذيرك نحارتا جنالة سيا علي ياسين ورقي أي مركا وذا قوب جوغ أي حولها أي أرمهاس أي آد مارتي ونفر رومنا كون الحجرة ومركز سياسة ده كون الحجرة أيان آت تذكر أول حجرة وحقق قريب عن هايك وحكور استي على كل حال وأكتين حدود هلا سامي يدو للي حق إنجليز كانوا وحلقة صور لو باي قيبت إنجليز كان حدود ككالا لأنا هيدا أيا حق المركي اللي سوق على الجنكشن كإنتي صوماليدة التلياني كمركا كوفرت كسو باللابن يسي هلكا جيس كأدركتين أيا خلاف بعد عي تليانك إيوه حبشدة تليانك حبشدة مركا دقال كاس وحال يسكو خلافه وحال إيه هذا والوال إيريا أي حبشدة تيهانا روغو دارو تليانك روغو كدي دي 1924 كوان مركا هالكا يسكو دقال لمن ورتو حالو غاتان دقال كاس وحي كدن بيي يسيد عوو نعي نولكا وغادية يا نولكا صوماليات حتى وحدود بينات او كجرتا ولكي تلياني والصومالية كوفريد حكومية وغادية مجران الى يومنا هذا حدود كمجرو وح هوايراتي مالي حوكو دقيني عدو واستاقيني هاي موين وحدود اهو سيدا مالها مثلا وقويو كلا اي وحان حريقين انجلسكو حتى حريقاس حتى مجر بيناتكا كمجر سوفار دقال كاسو حوكو مركا تلياني قولو كسو دولي توب ودنك يوردن ومركا عراداس 1935 كي دقال كاسي كل كور دعاي وادوكتين حبشيدة يعوان كيدي يوحي ودتي ودن بالا بربوريي رقا بربوريي امركا تليانيك دقال كوجيري صوبالي بيهاي وادوكتين اذا ماذا باندادي اللي هادو دمان صوبالي بيهاي حبشيدة كلا دقال لمي جبيي صوبالي بيهاي دقال كحبشي مركي اللي جبيي تليانيك وحوق ابصدي جيسكا افريكا انت صوبالي كدكتو إثيوبيا هي إريتريا انت صوبالي كدكتو وحاكاها سنين او سن مركاها هرقب سنين جبوتي او فرنسيسكو جوغي او حيبت صوبالي دورنجري بلك حيبت صوبالي دو يقيني هذا جبوتي ليلا ايو وقويه اوكي وقوي مركا 1940 يوتلياني هدنا انجريسكي كقبصدي وحاد عضي مركا إنجليزكو كل كل لغة قبصدي NFD إيو حيرت الصومالية دموين صومالية دلو كيدي كالورن مركا تليانين قعان تسيدي بوكش مدشان سانا أيو هايست مركا 34 إلى 41 هالكاس 41 مركا دقال كي أدوية دي اللواد يا بالله دي لوشي بات نعضي labada shay waxay ahayd talyaaniga oo ingiriiska uu qoyi weerarku ku weeraray oo ingiriisku isku xumeystay oo saraali ka noqonin oo dhul gacanta ku hayay oo istaraatiijiyadiisa kamid ah laga qaatay iyo talyaaniga oo galay qaybtii Jarmalka oo xulafadii kale galay sida awgeed waxa ka ogeyna weeshay dawladda Ethiopia marka wixii xukuumad lagu sheeg jiray Haile Selassie oo boqortooyi ahaa ararkii umaaga cararay inuu wadanka ingiriiska oo isna uu yiri waxaan ahay nin la soo caydiyo dalkiisa laga qabsaday halkaas marka dibba ingiriiska soo duulay ingiriiska dhulkii talyaanigu intuu ka haystay geeska afrika dhulkii soomaaliyeed ayadoo dhan ayuu dib uga qabsaday xilligaas marka ingiriisku dhulka dib uga qabsaday waxa dhacday ingiriisku dhulkii soomaaliyeed xeebti soomaaliyeed ee jabuuti amooyeen damaan gacanta markay soo galeen
حسبي إنجليزكو إثيوبيا نقول كذي بسيء وحكروا أص وجود دري نقول كي الصوماليات قيبتي أي واجي هراء كقفصتين أيدين أيدي سبب كي أهرر هرر نقول وجود دري هرر يو تير لا بقول رأي لا ما أص وجود دري نقول كي إنتي سكر أوردن إنجليزكا عندك واي إنجليزكو بركا dulka gacantisa markuu ku hayay xilliga 1941 kii laga bilaabo ilaa 1948 kii uu ingiriisku dulka gacantisa ugu wadaayay ilaa 54 kii baqaarkii dadka Soomaaliyeed maadaama ay ahaayeen dadkii dad aad u adag dad adag bay ahaayeen waxa waliba gaar ahaan dalka dhankan ogaadeen aad uu ingiriisku dagaalo badan uga riday dadkii buu xoolahi ka xareeyay geel xareeskii baa la yiraahdaa وريه بكاروري هم كي يرنبوك هو القاد آد بوداتك أول نباتي وحاد عضي إساقو نبات دعب بدان داتكو أي قبين وهم كي لغا أروري حالد عضي ديغان كان ليلة هذا نغب ديغان كان ميدا أول ليلة ديغ مدان الحباد يا وحاد عضي وحاكو سيد دولي 1947 كي يا 46 كي نحكو ماي 46 كي باب فيليا إنا هيدي 47 كي نحضوضي aya waxa ku soo duulay ciidan farabadan oo oromo ah ciidanka oromada ee faraha badan ee soo duulay ayaa waxay qaadeen oo la tageen dad iyo xoolo dad badan way laayeen xoolo badan way la tageen meesha la yiraahdo wabiga shabeelle ee la yiraahdo geeldoox ayaa xoolo iyo dadkii laga gudbiyay dagaalka marka xoolahaas la qaadayay ciidan ingiriis ah oo military ayaa wuxuu fadhiyay sagag waa loo qeyliyay waxaa la yiri dadkii shacabiga ahaa ee dubkiina ka qaadeen ee raaciyada ahaa Ethiopia la kasoo ku soo duushay dad ka yimid waa la dhaaciidan baa soo gurmaday geeldoox oo xoolihii iyo wixii la dhacay oo dhan ina gudbeen dadka la laayeena de la laayo dadkii ever laga dhigay aqaladana waa la gubayay marka ay ku sameeyeen iyay ciidamada ingiriiska demokraatika ahaadeen waxaa maalinka ragga u qeyliyay kamid ahaa nin la oran jiray محمد عبد الله عبد عمر او دلين يراها تذكر حضارة دلين وحكا فهم سنها هل كيبا وحي قرين دولاد انجريسك تذكر يحوالها اللي قرين مركز وحتى عيدا كي كسحيحا قولا دي مركا شهر الحباد ديغان كاد جوكتين دعوت بيقدمين هرين تا وحانو قدن لها هاي ماشا انو صعود قدن بايات كاقران دون تاني دعوت دي وحلو قدمين دولاد انجريسك دولاد انجريسك مركي دعوت دي لو جيي waxaa lagu dacwayay warqada hubkii baad naga qaaday shacabiga iyagii amniga iyagiina waad ilaalin weyday sidaa awgeed ciidamada hubkoodii sita oo Ethiopia ka soo duulo ayaa intaad noo garda duubtay dadka nagina ilaa iyo xoolaha nagiiba qaaday marka xoolihii iyo dadkii baan ku haysanaa baarlamaanka ingiriiska la keenay doodaas baarlamaanka ingiriiska doodi waa la eegay waa la xukumay waxaa la yidhi dowladda ingiriiska lagu leeyahay xoolihii waana bixisa military administration كي مركز جوغي وقادين يا مركا وقادين متقال British military administration ما ليلها مركا مامل كمركا كتالي ومامل military يا دولة دو حي إثيوبيا مركا أيقونا كود دعوية أو حي هذين شعبك الله يسي حولي هذا علي أنا أها رعية دايرة xoolihi baa lagu haystaa marka waa inaad idinku bixisaan oo adigu dowladda Ethiopia aad bixiso ilaahda mas-uulka ah kuwa soo duulay dowladda Ethiopia marka xilligaas waxaani dowlad ma ah lacag male marka waxa coinage-ka la yidhaahdo ama lacagtaba maba lahaba Ethiopia marka Ethiopia waxba la kala bedeshaa waxba la isku kala bedeshaa ma jirto gabayo meel la yidhaahdo la yimaado macnihii waa week in disk oo sunday market iyo macnaheedu one day market ayaa weekiiba meel ka jirta gabay ay yiraahdaan waxaas wax lagu kala bedbedeshaa laakiin ma jirta lacag koonay tumale haddaba lagow waa meesha ay dowladii herar 1800 markay taariikhdu ahay ay lacagta lahayd koonayjka iyo Ethiopia herka joogtay xilligaas 19 laga hadlayo ma taqaanaa 40-yadi Ethiopia marka waxay ku andacootay oo tiri waxaa jira
waxay tiri okay waa qaba kiiska waa gol hay dowladda ingiriiska ayaa sanadkii maxay siisa marka Ethiopia 20 kun oo gini Ethiopia waxay tiri marka lacagtii 20 kun gini ahayd ee nasii jirteen annaga mucaamalada naloo soo jiray ilaa dadka xaqiisa halaga gooyo intuu ku bixid marka xaqa markii laga dhameeyo annaga la siiyo annagu lacag kale ma bixinno ma hayne iyo xoolo kale sidii baa lagu xukumay xukunkaas oo baarlamaanka ingiriiska iyo dowladda ingiriiska ka soo dhacay ayaa dowladda ingiriisku waxay dabacday 1946-kii qorshe waxaa jiray 1945 ayaa UN-ta markaa waxaa joogay League of Nations baa la dhihi jiray League of Nations 1946-kii weeye yaa waxaa dhacday in la yidhi dowladda ingiriiska dowladihii faransiiska maraykanka iyo ruushka markaa iyo ingiriiska afartoodaas ayaa League of Nations-ka xoogga ah saddexdii kale waxay dhahdeen waxaad ingiriiska waa inaad talyaaniga ku celisaa isagoo markaa SWS iyo dee xornimada iyo dhaqdhaqaaqi jiro wasaaya talyaanigu ha gaadhsiiyo koonfur okay waqooyina adigu intaas sii gaadhsii xilligooda adigu gacantaada ku hay laakiin ogaadeeya waa in Ethiopian ku la siiyo xukunka ogaadeeya Ethiopia markaa ingiriiska lagaga qaadaya wuxuu bilowday oos dhacay sidiisaba iyo cidda goysana 19 waxay bilaabatay 46-kii bay waxaa ka horreeya dadku taariikhda 1897-kii in Miniliq uu heshiis la galay isagu oo dadka Soomaaliyeed shuglu ku lahay waxbana ayna ka ogeyn midnana dowladda Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Talyaaniga uu leeyahay dhulka Soomaaliyeed qaybsanaysaan qayb hal waxa layga siiyo oo markaa ogaaday uu isagu markaa qorsheystay uu qorshaha ku darsaday uu soo jeediyey baa jirtay waxaa soo dhanina wax ummadda Soomaaliyeed ay door ku leedahay iyo waxay ka ogtahay midna ma jirin baynaba ay horey u jirtay dowladda Ingiriiska laba heshiis oo horey loola galay dadka Soomaalida ah midna uu la galay Axmed Magan midna ay la galeen dadkii reer ogaaday ee qaybta tada joogay ay dowladda Ingiriisku markay soo gashay ay leeyihiin dhulkanaga dowlada kalena kuma wareejin kartid amniga iyagana adaa ka mas-uul so far legally marka ay binding ayna u ahay dowladda Ingiriisku inay ilaaliso bale cid kale oo wax la saxiixan karta ay baali ka noqon karta ayna jirin bay yaaba jiriba xilliga marka dowladda Ingiriisku markay waxay soo jeedisay marka arintaa la yidhi in Soomaalida la isku wada daro dowladda Ingiriiskana marka gacanta ku haysa dhamaantood markii laga reebo Jabuuti dowladihii saddexda ayaa kaleeto dowladda Ingiriiska way ka diideen balaanka ninkii soo jeediyey Ernest Bevin baa loo yidhaahdaa wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee xilligaas dowladda Ingiriiska ee weliba xisbiga Labour-ka ayuu ah oo markaa xukunka hayay waa laga diiday Bevin balaan markii la diiday dowladda Ingiriiskana ka bax la yidhi marka ogaadeyna ka bax qaybta koonfurna waad ka baxaysaa yaa sheekada hadda aad maqasheenee kali kali muxuu ahaa horta xilligaas inta ay dhacday 1948 markii arintaa la sameeyey yaa January bisha koowaad ee sanadka miilaadiga 2020-keedii ayaa waxaa warqad qoray odayaashii reer ogaaday saddex qaybood baa warqada laga qoray qayb waxaa laga qoray dirdhabo 15 madax iyo culimaa ayaa saxiixday qaybna waxaa laga qoray jigjiga laba saxiixday oday iyo sheekhyadii iyo garaad suldaanadii qaybta kale intii u badnayd ee dadkana waxaa saxiixday 12 culima iyo ugaasi isugu jira ragga warqadaha maalinkaa saxiixay waxaa ka mid ahaa warqadda waxaa loo diray League of Nations-ka iyo Super Powers-ki lagu diidayo
qorshaha ay keenayeen ee Itoobiya la raacinaya ogaadeenyada ah ay ku diideen odayaashi saxay warqadaas waxa laga yaabaa iyada oo qoran inaad aragtin inaan idin iskaan garayno yaan insha Allah rajaynayna waxa ragga ku saxiixan ka mid ah kow ugaas maxamed ugaas xaashi garaad maqtal ugaas garaad maqtal garaad daahir ugaas maxamed ugaas siigaale waa mashkooke ugaas cabdullaahi ugaas yaasiin oo wada garanaysaan ugaas xasan dhicis cabdi cumar oo aad garanaysaan mukhtaar ugaas maxamed oo aad garanaysaan waa ugaas mukhtaar ugaas maxamed عمر شيخ أحمد نور شيخ يوسف دبد وأذكرنا إنسان شيخ محمد حاج حسين وشيخ حرير وأذكرنا إنسان حسن شيخ عبد الله وحسن شيخ أبو ذكر إنسان وأذكرنا دوود حسن عبد الله حسن سلطان دولنا سلطان رفلة وأذكرنا إنسان إسنا شيخ آدم ورسامي وأذكرنا إنسان وشيخ آدم يري waxaad ku garanaysaa sheekh cabdi naasir aabihii weeye iyo sheekh cali suufi ood wada garanaysaan ragga hadda dadka wax garadka ee ummadda reer ogaadeenyay ahaan jiray intaasi waxa ay ka ahaayeen xilliga iyo dalka iyo ummadda waxay ka ahaayeen waad garan karaysaan waxa waxay ahaayeen ahlulxaq ahlulxal walcaqd kuwa waxna xalliya waxaana ka xirmaan ee ummaddaasi lahayd bay ahaayeen warqadda markii ay qoreen bay haddana waxaa kaloo warqadda qoray iyana kale oo saasoo kale ah sultaan xasan sheekh ismaaciil iyo ugaas dude ugaas rooble oo iyaguna jigjiga joogay yaa isla saa warqaddaasoo kale isla yoomkaas qoray waa 22-kii January 1948 isla warqaddaas oo kale isla saacadda yoomka laftiisa oo isla petitionka ah waxaa qoray petitionisna la yidhaahdo petition of the Isa Somalis waxaa qoray 15-kaas waxay ahaayeen ugaas xasan xirsi sultaan af ciisa ah aadan kawaale xaaji ismaaciil nuur xaaji ismaaciil awaale cali abuubakar xuseen cusmaan أحمد قيد حاج عبد علي والله لا عيناش عمر قيلة الولي كامل عاقل علي بوري كذي دونالا عيسى حاج جمعة إبراهيم إيوه عبد الله قديد شن يطمنك لما انتظر ورقضة القرآن intoodaasi waxay mid waliba gaar saddexdaa warqadood oo wada socota ayaa loo diray oo intaba la leeyahay annagu Itoobiya nalaguma dari karo cidda lala hadlaya marka ma aha dowladda Ingiriiska waa League of Nations waxaa lala hadlayaa dowladdii Mareykanka dowladdii Ruushka iyo dowladdii Faransiiska Ingiriisku marka Soomaaliga ummadda mid ha laga dhigo Ingiriisku taagan yahay isagoo marka guud ahaanba gacantiisa ay ku wada jiraan Jabuuti mooyeen waxaa dhacday kadib xilligaas markii bishii ka dambeysay ma aha weeka bacdiba ayaan oranayna waa kowdii February haddana warqad kala qoreen kowdii February warqad ay qorayaan dhammaantood oo isu wada yimid oo intoodii aad dib u wada saxiixay haddana qoladii hore 12-ka ahaa 7 ka saxiixday odayaasha dhidid magacdhab ayay u horeeyay qoladii dambe ee ma taqaanaa labada ahayd jigjigana way saxiixeen qaybtii diri dhaban iyana laba ayaa ka saxiixday waxaa kaloo ka saxiixay iyagana laba nin oo waqooyi ah dhammaantood ay wada diidayaan in lagu daro Itoobiya arrintaasi waxaa dhacday markay sidaa u dhacday yaa Ingiriiskiina laga diiday go'aan nina weydiinhaya iyagiina waxba lagama aqbalin Ingiriiskiina lagama aqbalin ciddii go'aanka wadatay iyo hadalka ayaa sideed isaga wadatay qorshaheedii waxaa dhacday dowladda Ingiriiska markaa dadkii si ay uga amba baxdo
إلا يجوا قرشة وي أقعدين ماشي لقى دي دي أنا وحاضر وحبل لقى سوق قاعدين إنجليز كمر كأو أجي هاي أي إنجليز كو حسوي يا ري شركة كلي مركا شركة كلي سيدي سيد بقى شامبا أنت أنت أصلا عليك بعدي أيوه هارت دتك كلي بقى هايو كلي بقى وحلو سبيه كلي أو حلو دورتيه خرافاتك أو حبك جرين يا تاريخ ده متى قال الله كفسنا يو يا وحي على حد الله أبور هي دتك محمد قرطدي أي لي ما دين سعد أوقاتين كلي إنجليز كامر كشركة قبتي شركة هاد أوقاتة إنجليز كامر كدوا يسويه حبش ما جوجن عد كلام ما جوجن دولة إنجليزكو أجندها أي كنتي يا قرشها مركا أي كنتي وحا كليوس أها شر أيدات كيسكو كنتي أو أها أنت يدو أي جوجتي لباتوي كين عاي إن أي وحي حال أهي كصابين كرتا كصابيسو داتك أوغا صابيسو ما دام أي كنتيسو شركة وحا الله قبطي وجيدده وحي هاي إن حال أي أغتكتو أو دادك أي سولي أغا حلسو لباتوينك إنت إيادو أي جوكتين لعاي وحيكا قبن كرتو أو أي كوكا هايد قضية دي آني دي كسو شاكي إيرين حميد كوري قد عويين أو اللعاك تاسو الله صو حكومي ولينا الله بحنين هادو أغو مركا أريد تاسي مركا نعادي مركا اللعاك تاسو الله صو حكومي يا إنجليز كحولي أوكي وحادي ياليسان حارو ربي مركا إنو حبشيدا كوير حمية يا الله أولان كارياو لعكتن هادا داد كان لصين هيا لصو حكومي حبشيبا قادة جرتو لغا سوعيلي مركا ما داما أي لغا دي ليغ اوف نيشنكي إنو حبشيدا عداديو سكسي عداديو حولا بلانو كلانا لغوصي حكومة أوغيد أيو شركو قبطو داد كيب اسوغو يارو حويري وحسو شاكتا مركا وحيد نباتو ينه جرا وضياشة وشاكتا كلمة دهاس آنكوها الليو oo sidoodo ah oo naqliga oo sidaasa ayaa waxaan ka qoray ragi goob joog ah waxa la yiri okay wuxuu yiri war wixii dhibaato ay jiray isu sheegta waxa la yiri marka odayaashi mayna fahmin iyo marka in qorshaha uu ingiriisku ka maagan yahay loobana si faahfaahinay marka waxay yiraahdeen waxba isu sheegan mayn iyagu waxay u qaateen marka dareen ah hadaan wax isu sheegano arbay dhibaato abuuranta maxay dawladda ingiriiska markii hore dadkan dhibaatooyin badan bay hore ugu geysatay cadaadis isba iska jiray xoolahi laga dhacay geed xore iski waxyaalihii bay dareemayeen marka ingiriisku aamu uga jeedaaba wax isu sheegtadan inuu duulaan iyo hadda ma taqaana dagaal cusub idin ku kiciyo sidaa awgeed waxay yidhaahdeen waxba isu sheegan mayno ingiriisku arrintan wuu nacay waxa meesha ka dhacay ee kali loo qabtay waxay ahayd dadkaasi intay wax isu sheegtaan kiisaskii hore ee jiray ee xabashi lagu buuxiyay ee loo haystay kiisas lagu daro oo lacagahaas iyo culayska lagu badiyay inay ingiriisku ka abuurmaan dadkiina iyagoon sidaa loogu sheegin inayna dhibaatadan iyo ujeeddada oo marka waxay yiraahdeen ingiriisku inuu marka ujeeddo kale kale iyo kaliya u qaatay oo in waxba isu sheegan mayno waxa ka dhacay shirka meesha horta arrintaas ahayd waxa loo qabtay ingiriisku u qabteena waxay ahayd in barnaamijkaas iyo usmaanta qaarna iyo dadkaas iyo dhibaatooyinka soo gaaray wali culays ku siisaaro oo magdhow lagu sameeyo ninkii ingiriiska ay halkaa joogay nin dheer buu ahaa wuu cadhooday qoladii reer dhuxmeed buu yeedhay qoladaasa lacagtooda iyagu way helayaan buu yidhi intiina kalena meesha ku kala tagay waxaad ogaataan marka dadka ku odhanaya keli ayaa wax ka dhaceeno xabashi baa la doortay oo dadba hada kalaam baadil waa waxaan waxba ka jirin wax xabashi oo carada joogayna ma jirin ajanda xabashi ku jirtana maba uusan ahaynba gebigiisaba ajanda ay lug ku leedahay iyo mid ay wax ku leedahay iyo mid ku saabsan ogaadaya cidda sii joogaya cidda aan sii joogaynin midnaba ma ahaynba shirka kani gebigiisuba maba ahaynba ogaadaya cidda sii joogaya iyo cidda la siinhayo waxaa laga gooyay new york league of nation ka gooyay ingiriisku wuu ka raftay waana laga diiday beerlan belan waad la socotaan marka waxa weeye dadka bahaa-inta ee xayawaanka ee keli u qaatay sidiisaba keli waxay ahayd waxa weeye dadkan ummadda reer ogaaday meel laysugu keenay u horreysay
ماشي هو بالضبط عيد أوكي إنجليز كل عصو كان أريد أصيد سيدا أوجد وحندت كوجد جينا تاريخ كفسيا بين أبوركا انحرافك إيو ظلمك تدكي ظلك ظلك إلا دعيب اللي دوري هذا تاريخ دينين لدعو ظلك ما بين أبور تدك أريد هذا ومتى أنا وحدة القصة بيني يا وحدة دوري إن هذانا بس كحلو دينا بين الجليد لكن تاريخ ذو بين مشاكته الدونك وقدها الله قرئ ذي شيء يا هل كاسي كويالن بوجاسا كهليسا the betrayal of the Somalis بالي هذا هي رفرسي بوقت وكسين هيو لما هل كاسات كود هلي دوتا well وحاك له دوتا ورقدها الص والله ذي نسكان قرينيا إن شاء الله تعالى قبل قبلي وحن ذي شيء يا تذكرين وقادين يا تذكر الصومالي ذا تدوعيله أو حقرئنا النقطين تد سبب قاعدة حيوان كوكلة بشمر كوكلته أنت مال هذا اللي غير هذا وحابب قاعد لماذا كم ذا تضع وحال أركي سامان تحكولين كل الك صوم هذا كل وده زيد من كل وحيكونون يا صومالي إيتوبيا وروان الصومالي إيتوبيا حي كتب وحيالها السي وحيالها مرنها وقع وحان كسو قبل قبين يا تدكو تاريخ ذا لا إنا دلنا رغيو تاريخ ذا لو عنا تاريخ ذا لقبين شيء غيو وإنا أدو دكتوراتن أدونك هل صدرنا هاته وين ويرنا هاته عروانك بوقت تاريخ ذا عالم كورنا ولا وغي انت اللي بريري ورنم بال لقك كيني كريا هل صدر أمد ريرو غادية أي إتوبيا دورتي لقا قري بلوانك كينا ماشي كو قرطة النكاس مركز وحكول اي إتوبيا الله دورتي إتوبيا كارسرتي ماشي كو راعدي ما جرتو حاسي كالينا أرنتيسو انتاسي اهي إتوبيا موضوع عيدنا ما كو جرمه شكرا لما وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.